السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا متابعيني الكرام على يوتيوب فيسبوك انستغرام. اليوم راح نسوي وياكم الكيكة بطعم الهيل مالية مول، او يسموها قرصة جيلي، بريحة الهيل وبنكهتها كلش طيبة. اتمنى ان تجربوها. شوفوا النفشة اصدقائي، شوفوا الطراوة اللي بالكيك، يعني كلش حلوة النفشة مالت الطراوة اللي بي مكوناتها كلش بسيطة وموجودة بكل بيت. وصفة كلش حلوة خاصة ويا شاي العصرية أو بعد الفطور برمضان. وهاي هي مكونات مثل ما تشوفون أصدقائي، هاي المكونات واضحة قدامكم، مكوناتها متوفرة بكل بيت. القياس، كوب القياس اللي استعملته، طبعا هنا استعملت قياس 250 ملي، هذا سعة الكوب أو الجلاس، وهو متوفر بكل بيت. لذلك لا استعملت وزن ولا استعملت كوب مقاس، لأن أحيانا ما موجود عند بعض العوائل. نجي للمكونات. كوب من الزيت او جلاس من الزيت، جلاس ونص شكر، جلاس من اللبن او الزبادي او الروبة، وجلاسين طحين. وهنا عندنا 4 بيضات متوسطة الحجم، اذا صغار البيض سووهن 5، فانيليا وبيكن باودر وهيل وزعفران للي يحب. انا هنا ما راح استعمل الزعفران، راح اكتفي فقط بطعم الهيل والفانيليا. هذه هي مكوناتنا لوصفتنا لهذا اليوم، الكيك بالهيل او القرصة جيلي. اتمنى ان تعجبكم. طبعا اول شيء نكسر البيضات بالوعاء اللي راح نخلط به مكونات الكيكة، مثل ما قلنا 4 بيضات بحجم متوسط، اذا صغار سووهن 5. نبدي نخلط بالبداية حتى ندخل الهواء، ونبدي نضيف السكر للبيض حتى يصير مثل الرغوة. بعدين راح نضيف الفانيليا للبيض والسكر، ونستمر بالخفق حتى يتغير لون الخليط. شوفوا شلون لونه بدأ يفتح، يصير على بياض وتتكون عندي رغوة كثيفة. بهذا الشكل هسه نبدي نضيف المكونات الباقية. كوب الزيت بالتأكيد نضيفه، هسه هنا راح نضيف اللبن الى الخليط. اللبن او يسموه الزبادي او اللبن الرايب، بس المهم هو لبن مو حليب. رشة من الملح، طبعا راح نستمر بالخلط او الخفق. وهسه راح نضيف لها الهيل، ملعقة اكل من الهيل تقريبا. وهنا نحضر الطحين، طبعا كوبين الطحين نفرغهم في وعاء عميق، ونضيف لهم البيكن باودر ونخلطهم، وبعدين حتى نضيفهم بالتدريج الى الخليط السائل. هسه بعد ما خلطنا الطحين نبدي نضيفه بالتدريج الى الخليط السائل اللي تكون عندنا، وطبعا شوية حتى لا يتكتل، ونتأكد انه كل الطحين انخلط وامتزج بشكل جيد. الآن نبدي نحضر القالب اللي راح ندخله للفرن. ندهنه بالزبدة أو الدهن، وهنا راح نرش بدل الطحين راح نرش سمسم بهذا الشكل على كل القالب. حتى طبعا هاي المرحلة اختيارية، ممكن تحطون طحين ما تحطون سمسم، لأن سمسم راح ينطيها طعم أيضا طيب، وراح ينطيها شكل كلش حلو للكيكة بعد ما تطلع من الفرن.
هسه راح نصب المزيج اللي تكون عندنا في القالب، نحركه شوية حتى يطلع منه الهواء، ومن ثم ندخله للفرن على درجة حرارة 160-165 درجة مئوية، ونخليه تقريبا 45 دقيقة. وهذا شكله من كان بالفرن وهذا شكله من طلع. طبعا ما شاء الله يعني منظره كلش حلو شهي، والنفشة اللي بي كلش حلوة، الطعم رائع، طعم الهيل، طعم الكيك مال ايام اول لما كانت امهاتنا تحضره قبل بدون ما يضيفوا له الفانيليا، وبعد ما كانوا يعرفون شنو الفانيليا. وبهذا الشكل كملنا هاليوم وصفتنا، وهناك سرته وهو بعد حار، لان كلش طيب الكيك لما يكون حار. انتوا انتظروا يبرد اذا تحبوا بارد وكسروا. وبهذا الشكل كملنا وياكم، لا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. الى اللقاء في فيديو جديد.